اسمحوا لي ان انا ارحب الاول قبل ما نطلع لفاصل بالشيف مي نور. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا عم. اخبارك ايه يا مي؟ هتقدم لنا ايه النهارده؟ هقدم لكم النهارده صينيه سمك بالبطاطس، حاجات خفيفه كده، وسمك فيليه. أيوة. وشوربه سي فود وسلطه. الله عليكي، بدايه عام قويه وجميله جدا يعني. كلها فوسفور فعلا. كلها فوسفور بالظبط كده. بنرحب بيكي مره ثانيه مي، احنا معاكي على مدار الحلقه كلها ان شاء الله نعرف بالتفصيل كل طبق من دول ازاي ممكن ست البيت اللي حتى ما عندهاش خبره تعمله. مره ثانيه اسمحي لي قبل ما ابتدي اخش معاكي في التفاصيل اعرف بس، لان احنا الريحه خلاص مؤثره علينا مش كده؟ شيف مي اخبارك ايه؟ وصلنا لفين؟ انا خلصت، قربت اخلص شوربه السي فود. اللي هي عباره عن ايه بقى؟ كابوريا. أيوة. سبيت. ايوه. جندوفلي فيليه. وبعملها بقى بالثوم والدقه وال بتبقى بيضة ولا حمراء؟ لا لا، بكريمه لباني. بكريمه، حاجه خفيفه كده. بس لا بتقولي على اهو طالع المقادير على الشاشه اعزائي المشاهدين عشان اللي عايز يشوف المقادير دي. هنقولها تاني سريعا يا شيف مي. كابوريا. ايوه، قد ايه كابوريا؟ يعني حسب الكميه، حسب يعني حسب العدد اللي هياكل. كابوريا وسبيت جندوفلي وفيليه وجندوفلي. وبعملها بقى بثوم وكريمه لباني وبصل وزبده. مفيش ملح وفلفل؟ في ملح وكمون. لا سنه دقيقه جدا بس. الا في المطبخ ده انا ما حدش يعني يقدر يتعامل معايا. لا لازم الخلطه بتاعت السمك دي. ودول الاول بيتسووا كلهم مع بعض؟ بعملهم بحط معلقه زبده وبعد كده انزل السي فود عليها وابتدي اديها تشويحه كده على الاول، اديها صدمه على النار وبعد كده بحط. يا دي الصدمه اللي بتدوها دي. صدمه لازم الصدمه للاكل. بكل التوفيق، بتمنى لك كل التوفيق، واكيد مع دعاء هنعرف التفاصيل اكتر معاكي واسرار المطبخ، لان انا عايزه اعرف الكريمه اللباني هتضاف امتى، فده نعرفه بقى مع دعاء. ببدا فقراتي معاكم مع الشيف مي نور. اللي عامله لنا النهارده بقى يعني اصناف كتيره، بس الصنف الرئيسي شوربه سي فود. سي فود وصينيه سمك. صينيه السمك غير السمك الفيليه. صينيه سمك شغل جامد قوي. بطاطس وعامله سمك فيليه ورز وسلطه. والرز كمان مش عاملاه طبيعي يعني. لا لا، رز بالطماطم والفلفل. اللي هو الرز البني الاحمر. احمر. ممكن اشوفه؟ تمام. احنا هبصي يعني لما يستوي طبعا هنحطهم في اطباق عشان المشاهدين يشوفوهم. انا متهيألي شوربه السي فود خلصت، ممكن نحطها طبعا عشان كده المشاهدين ممكن يكونوا مش شايفينها قوي. نحطها في الطبق ده. مكوناتها ايه بقى وعملتيها ازاي؟ انا شايفه كابوريا. كابوريا وسبيت. ايوه. وكاليماري واصابع كابوريا. ايوه. وجمبري. انا شايفه اهو، شفت الجمبري. تمام. انت حاطه كل حاجه بقشرها؟ الكابوريا بتتحط كده والجمبري. مش ممكن احنا مثلا نخليها عشان تبقى اسهل في الاكل؟ هو ممكن، بس انا بتفضلي كده عشان طعم الشوربه مثلا نفسه؟ طعم الشوربه. الكابوريا كمان انت جايباها الحجم الصغير اللي هو سهل يعني في التقشير. اوكي. حاطه معاها. لا انا شايفه انت حاطه ايه كمان. لا اديني التفاصيل. هقول لك. بص يا ست، كابوريا يعني شوربه السفوق كامله بعملها، بديها صدمه معلقه زبده وتوم. اوكي. و اهو كده المشاهدين يشوفوها معانا، متهيألي اوضح كده والكاميرا اوضح تجيبها. يبقى انت صدمتيها الاول بزبده معلقه زبده وتوم. أوكي. وفلفل احمر. وفلفل احمر. وبعد كده بديها بسيبها تستوي مع نفسها كده، وبعد كده بحط لها كريمه لباني. أوكي. وكزبره وكرفس. ومش بتضيف لها اي حاجه تانية؟ لا، ملح بقى وفلفل وكمون وشويه ليمون. التوابل دي، التوابل بتاعتنا. والليمون لما تطلع في الخير. لا لا، الليمون وهي بتستوي. مش محطوط لها غير الكزبره. الكزبره دي مهمه قوي. كزبره خضراء وشبت وكرفس. تمام. بتشوحيهم معاهم مع النار؟ ها لا، دول بعد كده ما تتشوح اول ما تاخد الصدمه بتاعتها ببتدي بقى ان انا احط الحاجه بتاعت الخضره بتاعتها. يعني الخضره بتتحط على النار. وده للتزيين كده. جارنش كده. طيب السمك، تتبيله السمك الفيليه بقى. كمون طبعا مبدئيا. إيه؟ ده انا حافظاه. ايه تاني؟ ليمون وملح وكمون كزبره ناشفه. اوكي. وبحط شويه كاري صغيرين. كاري وتوم. وللي ما بيحبش كاري ممكن نستغنى. لا لا، ممكن تستغنى. ممكن نستغنى. يتبل يقعد في التتبيله قد ايه؟ يعني ممكن ساعه اقل حاجه.
نفسها على الحاجه. انت عارفه السمك ما بيحبش التتبيله جامد بجد. اه يعني مثلا زي الفراخ تتبليها قبلها بيوم، الفراخ ممكن تتبليها قبلها بيوم، لا السمك لا. السمك لا ليه؟ لانه يتهري. اه يتهري لو مش يتهري، الطعم بتاعه كمان بيغير. صدقي انت اديتيني ملحوظه دلوقتي مهمه قوي، لان ساعات بيقلب على مر في مراره. اه تحسي اه طعمه بيغير، طعمه بيغير شويه. غير الفراخ، الفراخ لازم تتبلي فراخ او اللحمه لازم قبلها بفتره على الاقل 24 ساعه. تمام. طبق السلطه رغم ان هو سلطه خضراء بس لكن يفتح النفس، وانت بتقلبيه قبل الهوا كمان وبتحطي التتبيله بتاعته. لا وعامله له الجرنش جرجير على الجنب. وممكن على فكره احنا بقى يعني نبدع بقى ايه اللي ممكن نحطه جنب الجرجير، الوان شويه. تفتكري ايه ممكن يدي ال لسه بقى هحط فلفل الوان، ولسه بقى انا هظبط الطبق ان شاء الله تشوفيه في الاخر. اوكي. صينيه الفرن متشوقه قوي بقى، حاسه انها جامده ان شاء الله قويه مش كده؟ طيب تقولي لنا ايه عملتيها ازاي؟ سمك تونه ما تكونش خلصت دلوقتي. يا خليكي عايزه تشوفيها. هي حطها بقالك قد ايه؟ يعني بقالها بتاع ربع ساعه كده. يبقى لسه شويه مش كده؟ يعني على اخر الحلقه واحنا بنستعرض الاطباق ممكن. طيب كويس قوي، المهم ان احنا نشوفها معاكي. حطها لها ايه بقى؟ عملتيها ازاي؟ سمك تونه وبطاطس، شرايح بطاطس. سمك التونه، سمك التونه. سمك التونه بقطعه اللي هي صحيحه يعني. بس بقطعه قطع وبتبله بالثوم وخل وليمون وملح وكمون وكزبره، وبعد كده برصه فوق البطاطس شرايح بطاطس رفيعه. أيوة. شرايح بصل، شرايح طماطم، شرايح فلفل وكزبره وشبت وكرفس. دول اساسي في السمك. بس انت ما قلتليش طبعا ايه قبل، يعني انت بتكلميني على ان انا محترفه. انا انت عارفه عايزه ابتدى من ايه؟ من وانا بغسل وانا بغسل الحاجه من اول خطوه. بيتغسل بملح. أيوة. وليمون. ايوه تمام. بتنقعي يعني 5 دقايق كده ملح وليمون. اوكي. وبعد كده بتجففيه بمنديل، وبعد كده بتتبليه بقى ثوم. ايوه. وكزبره وكمون وليمون، وتسيبيه بقى حوالي بتاع ربع ساعه. اوكي. وبعد كده بقى بقطع البطاطس شرايح صغيره رفيعه، مش رفيعه سميكه قوي، او مش زي صينيه البطاطس. اوكي. شرايح مش رفيعه، مش سميكه، رفيعه. ترصيها في الصينيه وتحطي فوقيها السمك مع شرايح بقى فلفل الوان، طماطم، بصل، ربع كوبايه زيت. أوكي. ملح، كمون، كزبره ناشفه، كزبره خضراء، شبت، كرفس، الكلام ده، كل الكلام ده، كل الحاجات دي. انت عارفه ان سمكه التونه دي مصنفه هي والسلمون طبعا اوميجا 3 عالي. اوميجا 3 وللي بيعانوا من الم العظام علشان الامراض اللي احنا فيها دلوقتي، دلتا ولا اوميكرون ولا. طبعا يقولوا لك السمك النمره واحد السلمون والتونه. والتونه يعني من افيد جداً. افيد انواع. وبعد كده البوري طبعا، البوري ويفضل يكون بالزيت والليمون مش مشوي. مهم قوي ان احنا نقول فايده كل صنف ونفكر، يعني كل ست بيت وهي في المطبخ تقول ايه؟ طيب الصنف ده كده علشان احنا بنحبه فريح، يعني اعمله مره في الاسبوع، مرتين، باقي الاسبوع بقى لازم افكر وانا واقفه ده مكوناته ايه ده، وافتح واقرا متاح. أيوة كل المعلومات دلوقتي اكيد، عشان كمان اللي عندها اولاد. طبعا عشان والله عايزه اقول لك حاجه، اولاد وكبار الاثنين كلنا محتاجين مكونات معينة. ومش بقول لكم ان من اول اسبوع اكل هتلاقي نفسك بتشيل حديد، لا طبعا الاستمراريه. لا حاجه كمان الخضار والفاكهه والشمس وتعرض للشمس، يعني هو نظام كامل متكامل. طبق السلطه اللي انت عاملاه ده، طبق السلطه ده اساسي. بصي عارفه زمان لما كان لازم يتحط بنجر وفجل، دلوقتي كمان افوكادو لازم نحط في انواع. بس دي انسب سلطه بتمشي مع السمك. مع السمك. لكن السلطات التانيه ما بتمشيش مع السمك دي. أيوه. دي بيسموها سلطه البلدي بتاعتنا بقى، اللي هي ايه الحاجات الطبيعيه احلى العاديه، ما فيهاش اي افتكاسات. ويا سلام لو فيها بصل كمان، لو فيها بصل وليمون. لا واضح ان شغل كبير. انتوا لو قاعدين معانا وشايفين، انتوا شايفين بعض الاصناف بقى، هتشوف طبعا الصينيه بقى بعد ما تطلع من الفرن في نهايه الحلقه هنتابعها مع بعض. والاكل بيلمع، عارفين يعني يلمع كده، يفتح النفس. لسه كمان جوعتينا. جوعتينا. لسه لما تاكليه كمان هناكل. احنا بناكل، احنا بندوق، احنا بناكل يعني بناكل، بنشوف الطعم على الاقل يعني نطمن عليكم. مشاهدين زي ما متعودين في نهايه فترتنا زينه وطعم البيوت، ان احنا بنشوف النتاج بتاع يومنا في المطبخ والشيف مي نور النورانا. قولي لي النهارده عملتي ايه يا مي؟ حرام عليكي، السمك مقلي وكل وبرق لي على الراي منعم والليله الكبيره. طيب قولي لي بقى هتعمل ايه؟ عملت شوربه سي فود. ايوه تمام. كابوريا وجمبري وسبيط وكاليماري. اها. وعاملاها بالكريمه اللباني. طيب انا بصي هدوق بقى.
هدوق انا تمام. تمونه بتدوق بقى. بصي كملي 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 انا باكل براحتي. وعامله صينيه سمك بالبطاطس تمام رائعه رائعه حلو قوي. تسلمي يا السمك بالبطاطس. صينيه السمك دوقتيها؟ لا دوقتي دخلتي ده الايه ده شوربه. الشوربه شكلها رائع من وهي بتحضر. طيب الرز بقى اتكلمي عنه عشان بعد. حلو قوي بجد قوي. هي قالت لي وصفت لي التتبيله خليتها توصف من الاول. طب اللباني بتحطيها امتى؟ الكريمه اللباني في الاخر خالص يعني اول او بعد ما الشوربه تستوي خالص بتحطها في الاخر. تاخد بيها بس غلوتين يعني حوالي دقيقتين كده على النار وتطفي. حلو قوي جميلة. وهنا لا بصي انا عايزاكي تكلميني عن الرز. هتتكلمي عن الرز؟ انا عايز ادوق الرز. اتفضلي. في اي حاجه نتكلم عن الرز قبل ما اضيع الهوا؟ حلو حلو قوي حلو قوي. طيب بصوا يا جماعه الجرنيشن والبتاع خلاص الناس تشوفه. ابدا انا ادوق بقى. اتفضلي براحتك. طيب ايه تاني الصينيه؟ لان الصينيه ما اتكلمناش عنها خالص. دي صينيه سمك تونه بالبطاطس. شرايح بطاطس بحطها في الصينيه من تحت. صينيه يعني في الاخر كده من تحت. خد الصينيه قدامي عشان اعرف. على طول براحتك. على ايه الصينيه قدامي اهي. انت عيشي حياتك وصفي الصينيه. طيب انا شايفه ان انت بتتغدي يا منى مش بتدوقي. معلش احنا بعد كده بقى بس ادوق عايزه ادوق. طيب قولي لي الصينيه بقى. وبعمل للسمك تتبيله ليمون وثوم وملح وكمون وكزبره. بتبل السمك بسيبه حوالي نص ساعه كده وبعد كده بقطع بطاطس شرايح رفيعه خالص وبسيبها في الصينيه من تحت وبحط السمك عليها. بعد كده بقى شرايح بصل فلفل كرفس كزبره يعني شبك. كمان غير فايده السمك. بصي هي مقطعه عليها ايه ولا انت مركزه في الاكل؟ عرفتي الوصفه؟ مركزه في حته ثانيه خالص. انا ممكن اسالها سؤال دلوقتي نعرف هي كانت مركزه في الوصفه ولا لا؟ منى بتاكل. منى اكتشفت نقطه ضعفها. السيفود. ايوه السيفود. لان هي كل حاجه بتقول لي كان عامله رجيم دايت اون دايت. لا السيفود النهارده هي شغاله تمام. النهارده فري. ايوه كملي الفقره. الرز بقى بعمل رز غير الرز المعتاد فعلا السمك. انا دقت يعني غير الحاجه المعتاده. بحب اقطع له رائع. طماطم. بحب اقطع له طماطم يعني بعد ما البصله تحمر مش بديها اللون البني قوي بتاع الرز الطبيعي. بحب يعني اللون الذهبي كده خفيف. بقطع لها بقى شرايح طماطم مكعبات كده. اوكي. وفلفل مي نور الله ينور عليك يا رب. مي عملت لنا حاجات كتيره حلوه انا بشكرها وبشكر دعاء. وكل سنه وانتم طيبين ويا رب سنه سعيده عليكم جميعا. دعاء معك المايك واختي. كل سنه وانت طيبه منى. تسلم ايدك. تسلم بجد بجد يعني من غير اي مجامله. وبشكر كل زمايلي. كل سنه وانتم طيبين طول الشهر ده هنعيد عليكم ويا رب كل ايامكم خير. بكره فريق جديد من زينه طعم البيوت واحنا نفس فريق العمل يوم الاثنين القادم. شكرا والى اللقاء.